نحن الآن في مستشفى هوجو شافيس وهو المستخدم حاليا كمركز علاج كورونا في منطقة الوسط، أي رام الله والقدس وسلفيت وريحة في تقسيمنا نحن كوزارة الصحة من أجل مرضى كوفيد 19. اليوم بدأنا المطاعم بمطعوم ضد فيروس الكورونا، حيث وصلنا 2000 جرعة، وابتدأنا كما كان مخطط في بداية في الطواقم التي تعمل في العناية المكثفة، لأنه تهمنا جدا هذه الحلقة الأولى والتي تواجه فيروس كورونا مباشرة. هي موجودة في مجموعة من المراكز العلاجية في مستشفيات وزارة الصحة وأيضا في المستشفيات الخاصة، وسنبعث جزء من هذه اللقاحات إلى غزة، هي وصلتنا بالأمس، ابتدأنا اليوم وغدا سنرسل إلى قطاع غزة جزء من هذه اللقاحات حتى لو كانوا 2000 جرعة، لأن في البداية نحن نريد وأعطينا الأولوية الأولى للكادر الصحي في كل فلسطين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس، لكن الأولى الأولوية في داخل هذا القطاع الصحي هم الزملاء العزيزين علينا، ونشكرهم لعملهم العاملين في وحدات العناية المكثفة الخاصة بعلاج كورونا. هوجو شافيس كونه في رام الله ابتدأنا اليوم هنا، لأن في فترة الصباح انشغلنا جدا بتسجيل هذا الطعم تسجيلا يعني عندنا في وزارة الصحة، علما بأنه مسجل في الـ FDA الأمريكية وفي إسرائيل وفي السعودية وفي بعض الدول الأخرى.